كابتن ندى، انا عايز اسالك على فكره انه تبقى حكم في وسط برضو ايضا وقت كان الحكام الرجاله هم اللي بيسيطرين على البطولات كلها، مفيش دعم للحكم النسائي او الحكمه النسائيه، مفيش دعم للعنصر النسائي في التحكيم. دلوقتي الامور تحسنت، ملاحظه التحسن ده؟ بصراحه انا لاحظته اكتر في السنه الاخيره دي لما نقلت منطقه القاهره. انا اصلا من المنوفيه وكنت حاجه منطقه المنوفيه من 2017 لحد بدايه الموسم ده، نقلت القاهره. ففي المنوفيه انا كنت اول حكمه بنت في المنوفيه في 2017. فانا اول ماتش ليا انا خدت بابا معايا، اول ماتش ليا كان في فرقه موجوده عندي في البلد مشهوره، جايبه معاها باص بيشجعها، حاجه صغيره كده مراكز شباب. هي كل الجمهور لما دخل والناس لما قعدت سابوا بابا، سابوا الناس كلها، سابوا الحكام الموجودين، حكم بنت كله حدث. كله جاي تشغل الموبايلات وساب الفرقه مع الحكم بس. فدي كانت بالنسبه لي خضه في الاول، وانا المفروض الحكم اللي ابقى واثق من نفسي. اول ماتش ليا اعتقد ده كان تاني ماتش، اول ماتش عدى على خير ما كانش في حد موجود. فكانت خضه كبيره قوي ليا الماتش التاني ده. بعدها شويه يعني الناس بدات تتقبل. لا احكي لي الماتش التاني ده اللي هو كان فيه توتر ده، لما نزلت الملعب. حسيتي بدعم اللاعبين؟ ايوه. لا اول حاجه اللاعبين حصلت خضه كبيره، لقيت المدير الفني قال بعد اذنكم 5 دقائق، دخل الاوضه قدامنا وقف على الباب قال من الاخر في حكم بند في الماتش، مش عايز كلمه، محدش يتكلم ومحدش يجي ناحيتها خالص. تمام، مالناش دعوه، في حكم بنت مش عايز اي تعليق، مش عايز تركز مع الحكم وتسيب الماتش، مالكش دعوه. اول حاجه اصلا انا لما لقيت الناس دي كلها، احنا بنلبس شورت عشان انا محجبه بلبس ليجن تحت الشورت. انا لبست بنطلون خضيت اصلا قلت مش مغيره، انا هلبس تيشيرت التحكيم على بنطلون ده اول حاجه. طلعت بقى الجمهور اللي كان موجود كان حوالي مثلا 30 40 واحد. مين ومين؟ انا مش فاكره الطرف الثاني، بس غالبا الطرف اللي كان عامل شغب يعني فرقه اسمها شرانيس عندنا. يعني كان في شغب كمان. هي الفرقه دي والجمهور ده بيعمل شغب كبير. هو ساب الفرقه وساب كل حاجه. اوف سايد يا حكم، اوف سايد، كنت لسه مساعد. فاول يعني هم اشتغلوني انا بقى، مركزين هم معاك. سابوا الحكم وكلهم واشتغلوني. بصراحه الماتش ده كان عليه ضغط كبير، بس كان مصبرني يعني ومقويني كابتن صلاح وبابا كانوا موجود معايا.